السيد الرئيس، شكرا السيد المستشار المحترم. بالفعل التطرق لهذا الملف ديال الطرق وخاصة في المجال القروي والمواضيع التي توليها الحكومة كما الحكومات السابقة أولوية في البرنامج، لكن كاين إشكالات اللي هي مرتبطة أولا السيد المستشار المحترم كما تعلم بالنوعية ديال الطرق اللي من المفروض أن هناك وصاية ديال الوزارة ديال التجهيز والنقل عليها، اللي هي الطرق المصنفة أساسا وطنية وجهوية وإقليمية. في كثير من التساؤلات التي تريد سواء مجلس النواب أو مجلس المستشارين تكون هناك تساؤلات حول بعض الطرق اللي هي إما مصنفة أو غير مصنفة في العالم القروي والتي لا تدخل تحت الإشراف فيما يتعلق بالصيانة أو حتى بالبناء والتجهيز للوزارة، بل هي من اختصاصات اليوم اللي هي إما اختصاصات ذاتية أو ديال الجهات وأيضا ديال مجالس العمالات واللي هي مرتبطة بالقرى إلى آخره. اليوم الجهد اللي واكين في هذا المجال هو جهد معتبر، خاصة أنه الأرقام اللي عندنا فيما يتعلق بالطرق المصنفة ديال الصيانة والجودة ديالها اليوم نحن في حوالي نسبة ديال 60% ديال الطرق اللي معتبرة أبي بمعنى جيدة وحسنة. عندنا اجتهاد على ذاك 40% اللي فيه برنامج متكامل، لكن الإشكال كما دائما يقال في هذا المجلس وفي المجلس النواب هو أنه الاعتمادات اللي هي مخصصة 1.5 مليار تقريبا إلى 1.7 مليار سنويا لا يرقى إلى المستوى ديال الخصاص اللي هو بالمعدل 3 مليار ديال الدرهم إذا بغينا أننا نواكب الصيانة ديال الطرق. البرنامج ديال المناطق ديال الجنوب هو برنامج اللي هو أيضا متكامل واللي فيه مبالغ اللي تصل إلى 7 مليار من خلال التكتيف ديال الطرق اللي غيبدأوا من تيزنيت إلى العيون إلى الداخلة، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات. هي عندي اللوائح اللي بغيتي السيد المستشار من بعدنا نفصلها لك في الجولة اللي هم يتعلق بكل ما هو مناطق الجنوبية والإجراءات التي تم اعتمادها، أيضا الميزانيات المخصصة خلال 5 سنوات المقبلة. وهي فرصة أننا في اللجنة اللي غنجيو نناقشوا القانون المالي خلال هذا الأسبوع معكم أننا نفصلوا أكثر ونعطيوا تفاصيل ديال الإجراءات العملية في مجال البرنامج الطرقي في المناطق ديال الجنوب إن شئتم. شكرا لكم سيد الرئيس. شكرا، تفضل. شكرا سيد الرئيس. لا غير سيد المستشار باش نقولوا ما كاينش التزام وما كاينش وفاء، خصنا نكونوا واضحين مع المواطنين ومع اللي تسمعونا. فينا هما هاد الاتفاقيات اللي تتكلم عليهم باش أنا نقدر نجاوبك؟ أنا عندي اليوم أي اتفاقية دارتها الحكومة إلا وفيها التزامات ديال الجماعات. هي عندي التزام سيدي إفني يا سيد المستشار، عندي 2.5 مليون ما كاملاش ما عطاوش لها. هي قال ميم السماره اتصلزق والسماره وقال ميم طنطان. هي عندي التزامات ديال الجماعات. الدوله الحكومه لما التزمت بقاو اليوم تقريبا 10% ديال عدم الانجاز في الميدان ما راجعش للحكومه، راجع الجماعات اللي تتقول لنا ما عندهاش الفلوس وما عندهاش الحصه ديالها وهي اللي ما حولتش الاموال اللي خصها تعطيها باش حنا ننجحوا. حنا الفلوس فيما يتعلق بالاتفاقيات موجوده وراها مخطوطه بالنسبه للجماعات اللي خصهم يلتزموا، غير التزموا معنا والفلوس اللي درنا معكم الاتفاقيات راها متوفره وما يمكنش. شكرا السيد الوزير، نقولوا بان الحكومه انتهى الوقت. السيد الوزير انتهى الوقت، من فضلك انتهى الوقت.